شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال الجلسة العامة لمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة الذي يعقد بالأردن بدعوة مشتركة من السيد الرئيس والعاهل الأردني وأمين عام الأمم المتحدة، حيث ألقى السيد الرئيس كلمة مصر في المؤتمر التي تضمنت المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار والنفاذ الفوري والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من كافة المعابر وتأمين الظروف اللازمة لتسليم وتوزيع هذه المساعدات إلى أبناء القطاع في مختلف مناطقه، فضلاً عن المطالبة بإزالة كافة العراقيل التي تعيق عمل المنظمات الأممية في القطاع. وعلى هامش القمة التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن. اللقاء تضمن التوافق على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور تجاه تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وهو ما تجسد في الدعوة المشتركة لعقد مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، إيمانا من الزعيمين بضرورة التحرك الفوري والعاجل لحشد الجهود الدولية لمواجهة الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع. كما شدد الزعيمان على رفضهما لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم ودعوتهما لتكاتف الجهود الدولية لتحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. كما التقى السيد الرئيس بالرئيس الفلسطيني محمود عباس. تناول اللقاء موقف مصر الراسخ الداعم للقضية الفلسطينية وحرصها على مساندة جهود السلطة الفلسطينية للحفاظ على حقوق ومقدرات الشعب الفلسطيني. كما عقدت قمة ثلاثية ضمت قادة مصر والأردن وفلسطين. كما التقى السيد الرئيس السيد روبرت جالوب رئيس وزراء سلوفينيا. اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، بما يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين. كما شهد اللقاء تباحثا حول تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث ثمن السيد الرئيس موقف سلوفينيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشددا على أهمية مواصلة الجهود الدولية لتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يسمح بتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا. السيد الرئيس أشاد بالمواقف الإسبانية الداعمة للقضية الفلسطينية، وخاصة قرار إسبانيا التاريخي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، حيث أشاد رئيس الوزراء الإسباني في هذا الصدد بالجهود المصرية المستمرة على كافة الأصعدة السياسية والإنسانية ودور مصر المقدر في جهود الوساطة بين كافة الأطراف للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين. كما التقى السيد الرئيس بالسيد رئيس رواندا بول كاغامي. وقد اختتم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاءاته بالقمة بالبحر الميت مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. اللقاء شهد تأكيد متانة وعمق العلاقات والشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة عقب ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة مؤخرا، مما يفتح الباب أمام مزيد من تعزيز التعاون في ضوء الروابط والمصالح المشتركة التي تجمع الجانبين. كما تناول اللقاء الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، خاصة التطورات في قطاع غزة، حيث تم تأكيد أهمية تضافر كافة الجهود للتوصل لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة إلى كافة مناطق القطاع،
مع التحذير من التداعيات الكارثية الأمنية والإنسانية الناتجة عن توسيع العمليات العسكرية في المناطق المكتظة بالمدنيين. وعقب انتهاء فعاليات القمة، غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المملكة الأردنية الهاشمية عائداً بسلامة الله إلى أرض الوطن.